بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم. صدق الله العظيم. عذرا رسول الله إن كنت قد قصرت في وصف فإن جمال محمد لن يوصفا جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أمجاد وأفضال لحضرة النبي محمد ما تعرفا والله لو أن قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفى والله لو أن قبر النبي محمد تفجرت أنواره للبدر ولا واختفى كفاه فخرا لقيه في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا كفاه فخرا بأن البدر يخسف نوره لكن نور حضرة النبي محمد لن يخسفا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله على آل بيتك الأطهار والمصطفين منهم والأخيار وأكرم الله من سمع اسم النبي وصلى عليه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومواصلة لفقرات هذه الليلة القرآنية المباركة والذي أقامتها العائلة الكريمة تكريما للأم الراحلة عليها رحمة الله حرم المعلم صبح علي والسيسي. وأرى خلفي قد صعد منصة القراءة ذلكم العلم القرآني الإذاعي وقارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي عضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد. أسأل المولى العلي القدير أن يفيض عليه ربي بالقبول ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قال
أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف لا تقتلوا وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف ما عليك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا وهم لا يشعرون
فلما ذهبوا به
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. صدق الله العظيم. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله المستعان فصبر الجميل
والله المستعان. والله المستعان على ما تصفون. أكرمي من هو
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت كذلك
كذلك لنصرف عنه السوء إنه من عبادنا المخلصين واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
صدق الله العظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. من أروع القصص وأحسن القصص كما قال ربنا، ومن سورة يوسف. استمعنا واستمتعنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية. في ليلة التكريم لأم كريمة صعدت روحها إلى رب كريم حرم المعلم الصبح علي والسيسي ووالدة كل من المعلم سمارة والمعلم سليم والمعلم صبحي، شاكرا على لسان الأبناء الأعزاء والعائلة الكريمة وجميع أصحاب الواجب بقرية بنات، إلى كل من حضر ليواسينا سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعل ثواب كل آية تليت علينا نورا يتقاطر على قبرها فيكون روضة من رياض الجنة. الشكر موصول لصاحب الهندسة الصوتية الإذاعية الباشمهندس أحمد السباغ لقرية بنات، وإلى صاحب واجب الضيافة والخدمات المتنقلة إدارة القطر محمد القطر المقيم بالربعمية. الشكر موصول لمخرج الروائع القرآنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي باشمهندس ناصر صلاح والباشمهندس الصلاح ناصر صلاح. شكر موصول للقائمين على جمعية تنمية المجتمع ببنات. ايها السادة الاعزاء، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: من عز اخا له في الاسلام توق بنور في الجنة من الرحيم الرحمن. شكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام.